على برا نقعد بالطبيعة ونحمل كتاب، الاحتمالات بتخف بالعاصمة بيروت. من هون طلعت فكرة جمعية السبيل للتشجيع على المطالعة وبالتالي إنشاء مكتبات عامة. رجعي تاوي المكتبة، القعدة ومقابلة للحديث عن المشروع. الحمراء يلي ما بتخلى من الأحداث بتحتضن هالمرة أني كوركوديان ومعرضها الخاص، بالإضافة لحدث وصل من اليابان للبنان بيختص بالمشاريع الجديدة بتنعرض ببيتشاكوتشا. الحالة الفنية بتتنقل لبيلاروسيا وفن بيعتمد العملات النقدية كمادة لصنع القطعة. مع نايف فرانسيس القطعة بتعيش حالة من العصرية والتقليدية، أثاث منزلي وديكور داخلي بيعيش أكثر من قصة. لمسات لليوم بيقابل راول كوفا من أهم الكتاب بعالم الكتب الهزلية باللغة الفرنسية. خلونا نبدأ الحلقة ونشوف جولة اليوم كيف رح تكون. خبريتنا هلأ عن حدث بدأ باليابان بيتشاكوتشا. تسألوا شو فيه؟ جواب، هو حدث بيحصل ب 500 مدينة بجميع أنحاء العالم، بيجمع المصممين وبيسمح لهم بعرض أعمالهم بالساحات العامة. بنسخته 16 بيروت محطة. مصممين شباب كتار توافدوا على الحدث ليكونوا جزء منه ويقدموا نفسهم وأعمالهم. أسمى حب الله من Print is not dead، كارل حلال من إيكيموك، الموسيقى تشارلي رين، لانا ترك وبيترا أبو سليمان، سامر عزار وغيرهم كتار كانوا ضيوف ألت سيتي بالحمرة وبيتشاكوتشا لبنانية بنسختها 16. هو بالياباني اذا بدنا نترجمها، اذا بدنا نقولها اساسا صح، اسمها تشاكتشا بالياباني يعني تشتشات، دردشه. بلشت لانه كان في مكتب هندسي باليابان اسمه كلين اند تام بدهم يعملوا ريكروتمنت لموظفين جداد، وقد ما اجى ناس بيضطروا يلاقوا فورمول انه هي يعملوا لهم كل واحد 20 صوره يفرجي ويحكي عنها 20 ثانيه. وبلشت هونيك، بلشت تشاكوتشا وبلشت تنتقل من مدينه لمدينه، لانه شيء كثير حلو انه الواحد يقدر يخبر عن شو في عنده بهيدي ال 20 صوره و20 ثانيه على الصوره. جينا على البيتشاكوتشا واشتركنا لأنه عنا شيء جديد بالسيبيروت هيريتج، هو الموبايل أبليكيشن. في شركة اسمها بيزاروب هي اللي عملت الموبايل أبليكيشن and they did the development. بهالموبايل أبليكيشن فينا نشترك مع الفولونتيرز مثلاً، وحيالا حدا بالشارع شاف شيء بناية مثلاً حلوة أو هلأ عم تتهدم أو هيك شيء، فينا يبعثولنا صورة ونحن دغري مثل نعرف وين وشو عم بيصير، ويكون عنا داتابيس كمان، ونحن كمان فينا نبعث notifications إذا في بناية عم تتهدم مثلاً، ونقول لهم دغري please روح on site صاير شيء وساعدونا. تشاكوتشا بلشناه بستة بريزنترز، هلا صرنا ب 14، اوقات بيطلعوا ل 18، اوقات بينزلوا لل 10، بس انه اجمالا مينيمم 10 عم بيكونوا. سو دائما العالم عم بيحبوا يقدموا تشاكوتشا وعم بيزيد عدد العالم. كل مره بيزيد حوالي 50 شخص تيجي يشوفنا، 300 400، هلا صرنا تقريبا 450 شخص. تشاكوتشا هلا هو مشروع اخر سنه الهندسه بالهندسه المعماريه، اسمه The Knowledge Terminal. اخذت ترين ستيشن القديمه تبع محطه القطار القديمه تبع جسر الواطي، واخذت الباصات المكبوبه اللي فيها، اللي هن الباصات الدوله اللي كانوا يشتغلوا بالقطاع العام وكانوا ينقلوا العالم على بيوتهم وعلى اشغالهم. هلا صاروا مكبوبين، فانا اخذت هول الباصات وعملت منهم مكاتب متجوله بنحط فيها كتب. وانا الهندسه اللي عملتها هي للموبايل لايبرري هاب، يلي هو المركز تبع هول الباصات المتجوله
بيجوا بياخذوا الكتب تبعهم من المكتبه وبيرجعوا بيردوا كتب وبيوصلوا على كل المراكز اللي لازم يوصلوا لها مثل مدارس، بيصفوا بصحات عامه، بمدارس قدام مستشفيات. منه صعب يتنفذ ابدا، هذا كله مشروع كان مدروس، في له خرايطه، في له كل شيء، واكيد اذا بيجي عليه تمويل للمشروع بيتنفذ. في ديجا مشاريع تنفذت بهيك بادجت. كل البرزنتيشنز اللي بتقدمه من جميع القصص، فيها تكون عن الفاشن، فيها تكون عن الديزاين، عن الجرافيك ديزاين، عن الارت، عن اختراعات جديدة. اهم شيء انه ما تكون سياسية وما تكون تجارية، يعني ما فينا نحكي تجارة بتشاكوتشا. فمن اليابان انطلقت على هلأ صاروا 600 مدينة. نحن كنا بيروت المدينة 72 لجبناها، جبناها لانه فكرة سلبة كتير، بتجمع بين الناس، بيقدروا يجوا يحكوا عن قصص بلا ما يكونوا عم فكروا سياسة، بلا ما يكونوا عم فكروا تجارة، بلا ما يكونوا عم فكروا هدول القصص، بس تو كرييت، تيحوا واحد يخبر شو اخترع، شو عم بيلاقي، شو عم بيفكر، شو عم بيعمل، يفرجي العالم، يوعي العالم على قصص جديدة عم بيفرجيها. هيدي هي باتشاكوتشا اللي بلبنان، بنعملها أجمالا كل 3 أشهر تقريبا. ويب سايت اسمه raghunter.com، هو عبارة عن بحث إذا بدك للفاشن ايتمز، يعني الأزياء. سو حيلا حدا عم بيفتش على شيء معين، حابب يلاقي فستان أسود بالسوق وما عم بيلاقي، بيروح على الويب سايت بيحط إنه عايز مثلا فستان أسود، في ينقي مثلا اللوكيشن، يعني وين موجود الويب سايت، في ينقي السعر تبع الفستان اللي حابه، وبيطلع له كل السيرش ريزلتس إذا بدك. يعني بيقدر يشوف وين هدول الايتمز موجودين، باي محلات بلبنان وباي مناطق بلبنان. في مثلا مصممين لبنانيين، وفي محلات مالتي براند بوتيكس، يعني محل ببيع انواع كثير من البراندز، وفي انترناشونال براندز، يعني فيك تلاقي ماركت بيور انترناشونال براندز. سو في يعني التنويعه كبيره بين القصص اللي فيك تلاقيها على raghunter.com. كنا نشتغل سوا بشركه، تركنا الشركه وقررنا انه نعمل بحث كرمال نشوف شو فينا نقدم كسيرفيس. يعني عملنا فوكس على الشوبينج اكسبيرينس بلبنان، وعملنا ريسيرش، حكينا مع عالم كثير، وطلعت هاي الفكره من البحث بيسكلي انه هيدا الشيء اوبورتونيتي بالماركت تبعنا. بدنا نستفيد من هيك ايفنت، اول شيء اكسبوجر، قد ما فينا نخبر العالم كيف بلشت الفكره وشو عم نعمل، انه نكون مبسوطين اكثر لانه العالم بتصير تتعرف على الويب سايت. اول شيء بستفيد انه اعرض هذا المشروع على العالم يلي هن بهذا الاختصاص، والعالم يلي من عامه الشعب يلي بيستعملوا هذا النوع من التنقل، يشوفوا شو بنقدر نعمل بالاشياء المكبوبه يلي عنا، ونشوف كيف نقدر نحسن بلدنا. فينا كمان نحكي شوي مع الأودينس بعد البرزنتيشن، وفيهم يسألوا سؤالات وهيك بيصيروا يعرفوا سي بيروت شوي أكثر. أحسن طريقة أنه تقدر تفرجي الشغل، تفرجي شغلك شو هو، هو أنه تجمع العالم بمحل واحد مثل ما عم تعمل هلأ باتشاكوتشا. يجي الواحد بيحكي عن شغله بهذا المحل، عم بيخبر عالم معقول يكون إلا انترست، معقول يكون إلهم مهتمين ومعقول ما يكونوا مهتمين، بس عم بيقدروا يسمعوه بهدول الست دقايق واربعين ثانية اللي هن مجموعة لعشرين صورة، عشرين ثانية على الصورة، ما بيزهقوا حتى لو كان موضوع ما بيهم، بضلك تلقطي منه. سو ذاتس واي دايما بترجع بتصير انترستد بعدين. هيدا تحدي للي عم بيحكي انه بهالوقت القصير يقدر يجذب الجمهور له، وعم ببلشوا يعرفوها البريزنترز. كانت صعبه بالاول كثير، هلا صارت اهين بكثير، صاروا دغري عم بيعرفوها، صرنا نعرف كيف نفسر لهم يحكوا كيف كذا، عم بيحضروا حالهم نفسيا اكثر من قبل. هيدي مساحه لتفجير الافكار، مساحه لتشارك الافكار.
وان وومن شو عنوان معرض اني كركوتجان بفضاء ارت سيركل بالحمله. بين لبنان، فرنسا وبريطانيا تنقلت ضمن معارض جماعية عديدة وحصدت تنويه من لجنة التحكيم عن أعمالها خلال سالون دوتون بمتحف سرسوق. من الجامعة اللبنانية تخرجت باختصاص فنون الجميلة لترسم لنفسها خط فني بالرسم بيتناوب بين التعبيرية والسريالية، رسالة محددة تتبعها لتحققها من خلال رسوماتها. مقابلة مع أني كركوتجان بأرت سيركل للتعرف أكثر على معرض وان وومن شو والرسائل اللي بتقدمها من خلاله. والمعرض اسمه وان وومن شو، ويمكن الاكسون على السوليتود يمكن اكثر. هو إجمالاً مش إنه انطلقت من شيء لهالمعرض، أو من أول ما بلشت منطلقة من شيء، هيدا الشيء اللي هي ذات الشيء، هو كل المعارض ذات الشيء، هو إنه عم فتش عن هويتي، هيدا هو. الانسبيراسيون هو الإنسان، خاصة بالظروف البشعة. سارتر كان بيقول إنه سوم توس دي كونداني أمور، خلص مثل حكم موت علينا. وانس خلقتي خلص علقتي. فبدك تلاقي حل. الحياه هي عباره عن بروبلمات، بدك تلاقي لهم حل. فكل لوحه عندي كمان بروبلم لازم له حل. واحد معلقان، واحد مربوط بحاله، تاني مربوط بالاخر. البوزيشنات تبعولن فيها ستريس، بس بدك تتأقلمي مع هالستريس. الإكسبرسيون مثلاً على الوجه منه خلاص إنه بيسفول. هاي أنا كاركتيري هيك، إنه عطول في قلق وفي أنكزايتي وعم باكل حالي. في هالشي يعني. بعد الحرب وبالحرب كان بس بدنا نعيش، مش انه قاعدين عم نحلم انا بدي يصير هيك ومستقبل وقصص. خلصت الحرب عملنا كل الصف تقريبا عمل بيزنس وقصص هيك، على اساس هيدا الدومين بيطلع مصاري وكلهم عم بيعملوا. تخرجت بال94، كنت ما حب، بس ما بعرف انه مش حابه، ما كنت اعرف وين محلي. قلت بعمل شيء هيك بارت تايم على ساعة هوبي أو شيء. رحت فتحت الجريدة أول شيء دعاية هيك رسم أتوليه، حدا يعمل أتوليه، سجلت. فمن أول سيانس حسيت إنه واو، هيدا شو دومين كتير حلو، هيدا الدومين لازم يكون فيه. فصرت شوي شوي بالسيانس ورا سيانس أقبضها كتير جد، لدرجة إنه بعد شي ست شهور قلت خلص إنه I'm in love. جنوا بالبيت، جنوا اللي عم فكروني عم جن. أمي كانت كتير بصعوبة اللي كانت لاقية شغل لقلي بالبنك وبوست حلو مهم، فكتير اتضايقت انه معقول هلا تعذبت لقيت لك شغل وهالسهولة حتتركي كرمال شو تقعدي ترسمي؟ انه ليكي الفنانين عم بيموتوا من الجوع، مين اصلا كلهم مجانين؟ وقصة حرب يعني، وقتها كتير اتضايقت. اكتر شيء في حاجه تعبر عن غضب، هيدا الاحساس الاساسي، الفرستراسيون، الكبت، ما في جاستس، وهيدا الشيء بيعطيكي غضب. حسيت بدي اعبر وما عم بقدر اعبر، حتى بولا شيء بالبنك في اعبر. تركت، بلشت فاين ارتس بالجامعه اللبنانيه، بعدين صار عندي بلوكاج، بطلت ارسم. حسيت خلص هيدا كمان مش لقلي. عملت علم نفس، وانا وعم بعمل علم نفس صرت لاقي اكثر حالي بالبنتور، فصاروا باراليل، عم برسم عم بعمل علم نفس. بال30
عندي مثل كونفيرسيون روحي. كنت قاعدتي على الآخر، صرت مؤمنة على الآخر، فدرست التيولوجي وبعدني عم كفي باخد كورسز باليسوعية، فكله فاد بالآخر، كله سيرتش عن الايدنتيتي، ما في رسم أو البسيكولوجي أو حيالله شي بعمله هو موتيفيتد من بحث عن الهوية. فمعقول شي نهار أترك الرسم، ما أنه الرسم هو هدفي بالدنيا، الهدف أنه لاقي هويتي بحيالها طريقة. هالبورتريات أكتر شي، ما أنه دين يعني، بس فيها بيرسوناجات ريليجيوس، وهي اخذوها ككوميونيون، مع انه فيك تفسريها بغير طرق كمان. بالفن 1 بلس 1 ايجال 2، ما في هالشيء، انه في حرب لهيك طلع هيك، ما في هالشيء. في كذا قصة تاريخ، يعني تاريخ شخص، فكره عاطفيا شو صار معه، في كذا هيدا. وحتى مع هودي الفن بيتخطى هودي، في شيء انه انسبيراسيون، شيء بيتخطى كل شيء. يعني انا ما بفهم من وين اجى هالفكره، ما بعرف من وين، شيء هيك ديفاين انسبيراسيون، ما بتفهمي. في كونسولاسيون بالارت، مثلا اذا حضرت ميدنايت اكسبريس تنفترض، بيعطيني كونسولاسيون، ما مدري ليه. او بالبوازي بلاقي كونسولاسيون، لانه في حدا عم بيتفهم، عايش قصص تشبه، وعامل سوبليماسيون مقدمه بطريقه كتير حلوه، فهيدا الشيء بيعطيكي مواساة. لهيك بحب اختبار عالم عايشوا هالشيء وحولوا القصص البشعه اللي عايشوها لشيء سوبليم وحلو. تصور اكثر طريقه باسيفيك الواحد يهضم العنف هو الارت. بحب لوحة فان جوغ الغون دي بريزونيي، وبفيلم ميدنايت اكسبريس في كمان المشهد كتير قوي لما بيكون بالحبس عم بيدور مع السجين، فوقتها كتير هيك تأثرت بالفيلم هيدا. اصلا كتير بتأثر بفلومي، كتير بيعنولي، بلقط مشاهد منهم بيضل هيك براسي، فهيدا منه، بس مش التراجيك قد يعني، ما في اتحمل هالقد تراجيك. تراجيدي بالنهايه بيتحول لكوميدي اذا طول بحيالله وضع. بستعمل اكريليك اكثر شيء على الطوال، وميكس ميديا باستيل، بس على طول في الوان، مع انه كتير بحب اشياء كتير ستوب وكتير مونوكروم. فحس المعرض الجاي حيصير بس رسم مش بانتور، وهيك مينيموم كولور. مثل بويزي الرسم، قد ما مختصر قد ما بيوصل، اذا تحولت لبروز غير شي بيصير، إلستراسيون او غير خلص بتبطل. هي هدفها بثانية تعطي المساج. أعملوا فيها شيء من بيروت السبعينات، وكمان بتواكب العصرية. طاولات، كراسي، مرايا وخزائن للكتب تحمل طابع خاص بمصمم الديكور الداخلي والأساس المنزلي نايف فرانسيس. معه القطعة بتاخد أكثر من بعد واستخدام، العصرية والعملية هدف بيسعى له المصمم من خلال ابتكاراته. هون لكل قطعة اسم، وللاسم قصة وغاية، ممكن المفهوم ينطلق من بيروت القديمة، من معدن، مادة وفكرة كانت تطبق بالماضي. نايف فرانسيس بيخدها ببلورها بطريقة جديدة وبتصير القطعة عصرية. مقابلة مع نايف فرانسيس داخل الاستوديو الخاص فيه للتعرف على قطعه وقصصه. من أنا صغير يعني كان عندي باشن على قصص ثري دايمنشنال. هيدي الكرسي اسمها تشارلي تشير، هيدي بعتقد من اصعب القصص يلي اشتغلنا عليها. كنا عم نجرب نعملها فروم سينجل شيت اوف الومنيوم، بس ما عاد مش الحال، اخر شيء قصيناها. هيدي اسمها كارما. كارما، وات جوز اراوند كمز اراوند. كمان السولوشن واز تو هاو كان اي ماكسمايز ذا يوسج اوف ذا تيبل.
لان عاده بكون في عندك كبايه كبير هيدي، واذا عندك كمان سايت تيبل لامب بتصير هيك كلاستر كلها سوا معجوقه. قلنا انه منازل الضو من فوق احسن ما نعلق الضو من السقف، فخلقنا ديزاين ليونت انه عم تعطيني الطاوله اللي انا بدي اياها. هيدي البيراميد ميرور عملناها لجوليري ديزاينر كرمال اكزيبيشن تبعها، فطلبت منها وقتها انه لحتى نجيب فور ستاندينج ميرورز، فسوحيناها كمان من القصص يلي هي بتعملها كديزاين، يعني انه انستد اوف باينج فور ستاندينج ميرورز خلينا انه نجمعهم كلهم مع بعض، لحتى انه المره وقتها بدها تتفرج على النكلس اللي حطته على رقبتها انه فيها ستيلتد، اول شيء ما بدك اكثر من تقريبا 20 25 سنتي لحتى يبين وجهها ونكتبها على للمره. ثانيا انه لان كانت عم تنعرض بالاكزيبيشن فاتواز ايديال انه يعني بتلاقي مثلا هي كانت محطوطه بتلاقي اربع نسوان واقفين عم يجربوا. الماتيريال اللي رجعنا هيك عم نرجع نستعملها من اول جديد، القش اللي كانوا يستعملوه للطاولات وللكراسي هالمره استعملناهم باللايتنج. هون حطيناهم على شيء كانوا يعني اللانترنز اللي كانوا موجودين على ايام بيروت، فقبل كانوا يعملوهم من كوبر التسكيرات، نحن اللي زدنا انه غيرنا الماتيريال، استعملنا خشب، استعملنا قش، هذه كلها بتجي هيك هاند ميد معموله من 72 قطعه خشب بتلزقوا، وطريقه البروسيس تبعها طريقه شوي صعبه. قبل كانوا يستعملوا الحاس ويعملوه هامرت، زدنا عليه نحن انه زدنا لاير ثاني لحتى يعطيك هذا التكستشر من برا ومن جوا يكون ملمسه ناعم. يعني هيدي الفايز كمان انه معموله من قطعتين، يعني مدهونه من تحت ومن فوق كمان، والحلو فيها لهيدي كفانكشناليتي انه المي مع الحديد بتعيش المرضي اكثر من وراء الاوكسيدايزيشن. هول اسمهم سايد اب ستولز معمولين من الومنيوم، عملناهم يعني مثل مالتي بيرفيس، فيك تستعملهم كطاوله، فيك تقعد عليهم، بدك تشيل الطاوله تحطها بشي زاويه ثانيه القطر تمشي فيها. هيدي اسمها سانسيت، سميناها سانسيت لان بس تطلع فيها بتحس انه الشمس عم تنزل. هيدي دربكه تيبل كمان على طابع بيروتي تنسمي، الباس تبعها قريب كتير لطاولة الدربكة. هون في عندك المرايات والفاسد ميرورز، تحسهم موزايك اوف ميرورز محطوطين على الحيط، اتس فيري بلايفول كمان، وبعدين بس توقف قدامهم هيك بتتجزأ كل الأوضة حواليك وانت كمان. وفيني انا هلا مثل ما عم بحكي معك انا من هون، فيني كمان انا واقف هون قادر اشعك من المراية من هون كمان. هو الـ Rotating Library، هيدي هون على الحيط فيني سكر اللايت فيني ارجع افتحها. هولي اسمه نيلت، في كذا شغله فيك تعلق عليها، شنطه فيك تعلق امبريلاز، الراس تبع الشغله عملناها كبيره لحتى تاخد الفورم تبع الشيرت اما تبع الجاكيت، يعني عاده بيكون عندك مشكله انه موست اوف ذا هوكس بيكونوا راوسين، فبتطلع بس تشيل الجاكيت تبعك بتلاقيها هيك مقوسه من هون. هذه الطاولة اسمها كاربنتر ستيبل، الفكرة تبعها هي انه instead of having الدرور بيدستل بين اجريك اما على جنبك، اللي عملناه انه خلقنا مثل الرف بقلب الطاولة، عندك القدد هولي بعدين عن بعض لحتى بس تحط اوراقك اغراضك، يعني you can easily see وين الورقة لحتى تسحبها. عالم انتو ارتس ثياتر انه يلي بيلاحقوا الكالتشر اكثر شيء اللي يعني بلبنان، هو اللي بيجوا اكثر شيء they're more interested يعني in buying القصص اللي عندنا. يعني إذا منعود لبداياته منقول الكتابة على المعدن أو الحجر
التصوير لعمل مع ديوكوي النشرة لكتب ومجلات الرسوم الهزلية. سنوات قليلة وبيصير راول كوفا من أهم كتاب قصص الرسوم الهزلية باللغة الفرنسية. لتشينيك بلو كان من أول نجاحاته. نجاح آخر حصده سنة 1972 مع سامي بيحكي عن البادي جاردز أو الحراس بمدينة شيكاغو الأمريكية أثناء حقبة الحظر أو البرويبيشن إيرا. مع سنة 2000 كان ناشر أكثر من 240 ألبوم وبايع حوالي 45 مليون نسخة. Si on m'avait dit un jour que je serais mort en tant que scénariste, je ne l'aurais jamais cru. Parce que quand j'étais gamin, je vais dire, j'ai appris un métier qui n'existait pas. Donc quand je suis sorti de l'école, j'avais rien. Et j'ai fait tous les éditeurs. Et pour finir, il y a un éditeur qui m'a quand même accepté, Dupuis. Et il y a 53 ans de ça. Donc j'ai toujours été dans la maison Dupuis. Et c'est là que j'ai fait mes armes. C'est là que j'ai connu les grands comme Franquin, Robat, Peyot, Jigé, Maurice. Et j'ai appris mon métier sur le tas. Pour trouver les idées dans une BD, bien sûr, tout est différent. Si je prends les tuniques bleues, je suis obligé de me référer au livre. Parce que c'est une série qui a l'air de rien, mais je ne peux pas me tromper dans les dates, les officiers, les guerres qui se sont passées là-bas. Tout ça est rigoureusement juste. Donc je suis obligé de passer par l'histoire de la guerre de sécession. Autre chose, les femmes en blanc. Là, je connais beaucoup d'infirmières et de médecins à qui je vais dans les hôpitaux d'ailleurs parfois, et, où j'écoute. Et quand je vois quelqu'un qui a une blessure, qui a un bras cassé et tout ça, je vais toujours lui demander ce qui lui est arrivé. La chute, c'est parfois un gag. Donc j'ai besoin de ça aussi. Les psys, c'est un peu différent parce que c'est un métier que je ne comprends pas. Là, je n'interroge pas les psys, j'interroge ceux qui sont passés dans les mains des psys. Croyez-moi, c'est incroyable. L'agent 212, c'est de l'imagination. Pierre Tombal, c'est la seule série aussi où j'imagine, parce que le jour où j'aurai de la documentation, c'est que je serai au-dessus. Donc j'ai appris dans cette série à faire vivre mes morts. Cédric, je raconte ma jeunesse. Sauf que quand j'étais gamin, on jouait aux billes, aux osselets, et que maintenant, je suis obligé de suivre l'évolution des enfants. Maintenant, ils jouent à des jeux que je ne comprends pas. Donc je suis obligé de connaître des jeunes enfants et leur demander comment ça marche. On a toujours dit que je travaillais pour les enfants, c'est faux. Si vous prenez tous mes albums, ils peuvent être lus de 7 à 80 et des ans. Parce que pour moi, la BD, je la considère comme une tarte. Donc j'évite. Je voudrais que tout le monde puisse manger cette tarte et ne pas la scinder en morceaux. Je ne fais jamais de sexe dans mes BD. J'essaie d'éviter la politique, la religion, etc. Je travaille pour tout le monde. Je veux dire, ma spécialité, entre parenthèses, c'est l'humour. Mais je comprends que beaucoup d'auteurs travaillent sur les policiers, la politique, le réaliste, comme je vais dire. Il y a des auteurs, dessinateurs fabuleux, dont j'admire le dessin, mais je ne sais pas le faire. Je ne peux pas être sérieux, moi, même tout seul dans ma maison, je ne peux pas être sérieux 10 minutes. Je ne peux pas faire ce qu'ils font. Je suis bien dans mon monde, et je m'y plais. D'abord, déjà se faire sourire tout seul, c'est bien. Vous allez voir, il y a des croix, bien sûr, hein, avec des noms. Et tous ces noms, ce sont des gens qui ont demandé, à être enterrés. Donc chaque croix que vous voyez, donc j'ai montré l'exemple en m'enterrant moi-même, enfin, il est enterré aussi.
mais la gagnante du prix RTL en Belgique, son prix, c'était d'être enterrée en couverture. C'est affreux, mais c'est vrai, je ne l'ai pas ici. Tous les personnages que j'ai faits, je vais dire, il y a un peu de moi. Je veux dire, dans ma façon de raconter. Mais c'est un peu l'âge de ma part, je ne me mets pas en situation par rapport aux autres. J'adore mettre les autres en situation dans mes BD. Moi, je suis sans défaut, je suis bien. J'ai besoin de cette nourriture extérieure. Il faut que j'entende des gens parler, me raconter comment ils se sont blessés, comment ils ont quitté leurs épouses. Ça arrive. Presque comment ils sont décédés. J'ai besoin de tout ça. Et bon, j'ai fait une soupe, quoi, et puis je la raconte à ma façon. Quand j'ai commencé à faire du scénario, j'allais trouver des dessinateurs avec mes petits scénarios en leur demandant de les dessiner. Et je me faisais remballer comme un vendeur de tombola. Là. Vous savez, quand tu seras connu, d'accord et tout ça. Quand Maurice et Lucky Luke a quitté le journal, il manquait de western dans Spirou. Et directement, j'ai été trouver un ami de longue date qui s'appelait Salverius pour proposer mon scénario. Et à l'époque, nous étions quatre à lui proposer du scénario. J'étais le seul à lui proposer les tuniques bleues. C'est Charles Dupuis qui a choisi de faire les tuniques bleues. Et je me suis juré à ce moment-là de ne jamais aller trouver un dessinateur pour lui proposer mon travail. Donc tous les dessinateurs qui sont venus après, ce sont eux qui sont venus me trouver. Et suivant le dessin ou suivant le caractère, c'est important aussi que c'est une équipe dans le fond, j'acceptais ou pas. Moi, j'ai eu cette chance inouïe de démarrer quand la BD était au sommet. C'était fabuleux, il y avait 1500 nouveautés par an. On pouvait se faire connaître, on avait le temps. Maintenant, il y a plus de 6000 nouveautés qui sortent. Donc le jeune qui démarre maintenant sort son album dans 6000 autres. Je ne voudrais pas recommencer, ce serait trop dur. Même là-dedans, tout a changé. Avant, on nous laissait une chance de 3-4 albums pour s'implanter. Maintenant, vous faites un album ou deux, ça plaît ou ça plaît pas, et on passe à autre chose. C'est un métier qui est devenu très dur. Et je souhaite aux jeunes qui veulent le faire, il faut s'accrocher. C'est dur, très dur. Mais s'ils ont le feu sacré, on y arrive. J'essaie d'apporter un sourire à tous mes albums, quoi. C'est-à-dire, quel que soit l'album que vous prenez là-dedans, j'aurais essayé, je dis bien essayé, c'est pas évident de faire sourire la personne qui va le lire. Et si, dans une file de gens, vous savez, vous avez des gens qui lisent l'album en attendant que je dédicace, quand je les vois sourire, je dis rien, mais c'est merveilleux pour moi, ça veut dire qu'on a touché au but. Tous ces albums n'ont qu'un but, c'est essayer de distraire les gens. C'est mon seul but. Pouvoir se lever le matin et faire ce qu'on aime bien, et d'aller se coucher et d'être content de ce qu'on a fait, et de l'entendre dire quand vous sortez, on peut pas, je vais mourir heureux, je serai à mort heureux, oui. شتا وصيف القعدة بهيدا المكان بتحقق الغاية المنشودة، راحة، طبيعة وكتاب. سنة 1997 خلقت جمعية السبيل لتكون هي الوسيلة لتحقيق هيدي الغاية. والسبيل بتشتغل على إنشاء وتشجيع المكتبات العامة المجانية انطلاقاً من مبدأ الوصول الحر للمعرفة اللي بتساهم بتطوير المواطنية وبناء ديمقراطية المجتمع. المبادرة بتنجح وبتحقق وجود إلها بمونو، جعيتاوي والبيشورة. لمسات بيختار نموذج الجعيتاوي للمكتبة العامة. بهالمكان بتتلاقى عناصر الطبيعة، لون الأخضر، زقزقة العصافير والهدوء نسبياً. ما بيبقى أمام الزائر إلا أنه يختار الكتاب المناسب ليكون رفيقه بهيدا النهار.
2004 كان الافتتاح لتكون هالمكتبة الثانية بالعاصمة بيروت. برا وجوا هو كتاب، جريدة، كمبيوتر ومساحة خاصة للأطفال تحكي مضمون المكان. مقابلة مع مؤسسي جمعية السبيل أنطوان بولاد ونوال ترابلسي من مكتبة جعيتي والعامة. جمعية السبيل تأسست بال 97 حول هدف رئيسي واحد، اللي هو تنمية القراءة العامة بلبنان. الشيء الغريب انه بيروت ما كان عندها ولا مكتبة عامة، كل شيء بيروت مهمة على المجال الثقافي كله خاص، لانه بلبنان المفهوم العام كتير ضعيف. ونحن هيدا التزامنا الثاني، التزامنا الاول اللي هو تنمية القراءة، تنمية القراءة بالمساحات العامة وتنمية المساحات العامة. هيدي المكتبة الثانية اللي عملناها، مكتبة بلدية بيروت الثانية بجنينة اليسوعية. أول وحدة عملناها هي أكبر وحدة، هي مكتبة بالبشورة. ثالث مكتبة عاملة هي بمونو، إنه بالأخير مشروعنا 12 مكتبة عامة. وفي رابع مكتبة عامة بطريقة جديدة اللي هي مكتبة ضخمة، ثلاث طوابق فوق الأرض، طابق تحت الأرض، وجنينة على السطح، وهلأ تقريبا خالصة. أول ما بلشنا المشروع ما عنا فرنك، ما عنا شيء، وعنا بلدية بيروت عطيتنا محل منه مجهز. ومتذكرة كتير منيح أنه كنا بمعرض كتاب، الفرنسيين عطيونا محل، قعدنا حطينا هيك كتب من عنا، وحطينا أرمى أنه ادعموا أول مكتبة عامة لبلدية بيروت. إجوا اثنين ستات فرنسيين قالوا لنا نحن أشات نعطيكم كتب، قالوا لا مرسي، نحن هلأ بدنا رفوف، بدنا طاولات، بدنا كراسي، ما رح ناخد كتب. قالت لنا اوكي اعملوا لي ميزانية انا حقدم لكم الرفوف والطاولات والكراسي، وهيك صار. وبعدين اخذنا الكتب. مش بس الكتب، بعد ثلاث سنين اجت على معرض الكتاب، اجت واتصلت فينا شو بدكم ساعدكم؟ قلنا لا ما فيك بقى تساعدينا، انه قبل ما نجيب كراسي وطاولات وهيك نحن بدنا نبني. قال اوكي انا بساعدكم بالبناء، دي بدكم؟ اننا نحن عاملين دوفي انه دي 30,000 دولار، نحن ما عم نسترجي نقول 30,000 دولار. قال انا رح اقدم لكم 30,000 يورو. قدمت لنا 30,000 يورو، وبعد شي 6 شهور اتصلت فينا قالت لنا بلبنان عندي كراسي وطاولات ملونين لكم، روحوا جيبوهم. نحن عندنا هدف، انه عندنا جمهور نحن عم نتصيد، وانه بدنا اياه اللي هن الاطفال والتلاميذ تبع المدارس الرسميه، مدارس حكوميه اللي ما عندهم مكتبات بالمدارس، او مرات اذا عندهم مكتبات هالمكتبات منا مفعله. في كتب جديده نحن عندنا، في جرايد يوميه، وفي كتير جمهور بيجوا مشان الجرايد، في طلاب بيجوا ليعملوا ابحاث. كتير مهم تكون بمكان عام، لانه مفهوم العام كتير ضايع بالبلد، نحن كله مخصخص بالبلد. نحن بنعمل نشاط معين مع الأولاد لنفسر لهم شو هو هالمكان العام اللي هو لإلي ولإلك. كان يا مكان بقديم الزمان كان في ملخ اختيار بالمكتبة بشعتاوي، وبالمكتبة كمان بالبشورة في حكواتي بيجي بيقرأ قصص للأولاد. وهالعادة اللي عملناها أول ما بلشنا كان يجوا 4-5 أولاد، بعدين صاروا كمية من الأولاد يجوا، صار عندهم أجر إنه بيجوا. كل شخص ممكن ياخد بعدد معين، 5 كتب مثلا شهريا، وطبعا كله مجاني. هلا بيدفعوا 10,000 ليرة اشتراك، ولكن هالقيمة هيدي رمزية 100%، لأنه وقت ما بقى بده يجي ممكن يسترجع، يعني تقريبا مجانية، و10,000 سنويا وبالمدى الحياة. جمعية السبيل عندها 2 موبايل لايبرري، مكتبة متنقلة، سميناها باص كتب باص.
اللي هي بتروح على المدارس الحكومية، بتروح عند التلاميذ، إنه إذا التلاميذ الأطفال الأولاد الشباب ما عم بيجوا يقروا، نحن لقينا كمان هالوسيلة إنه نروح لعندهم. ما نحن عندنا كتوباس بيروح على الضاحية الجنوبية على 10 مدارس، وكتوباس تاني بيروح على الضاحية الشرقية على 10 مدارس. القراءة هي بتخلي الشخص ينمى، وبينمى بأدوات بتسمح له يفكر بطريقة حرة، بيصير مواطن حر، بيصوت مثل ما لازم يصوت إذا بينفتح له المجال إنه يصوت بطريقة حرة. هيدي القراءة. في كاتب كندي مشهور كتير، من أهم كتاب المسرح بكندا، ميشيل ترومبلي، وقت كتب قصة حياته قال لأنه هو فقير من حي بموريال فقير، ما قدر يصير كاتب مشهور، أهم كاتب بكندا، إلا لأنه كانوا أهله يخدوا على المكتب العامي. هيدا الشيء يعني هدف للبنان لازم يكون. العملات النقدية مش دايما تستخدم للشراء، ببيلاروسيا تتحول لأداة فنية ترسم وجوه زعماء العالم. العملة النقدية الروسية روبيل عم بتعيش حياة جديدة بغاية فنية. كيف؟ من خلال إعادة التدوير. الفنان البيلاروسي آيغور أرينيخ بيستخدم الروبيلات الروسية كمادة ووسيلة لأعمال الفنية. الفكرة بدأت بابتكار هدية مميزة لشخص مهم لتكون صورة من هيدي الأوراق. رانش было как не то что любитель. Вот день рождения кого-то был, поздравляю с днём рождения, была картина с цветами. Такая простенькая. А потом пошло, людям понравилось, людям сказали, что есть задаток, зачаток. И пошло само собой. بيقول أرينيخ إنه عملة الاتحاد السوفيتي سابقاً هي الأكثر إثارة للاهتمام كونها بتضج بالألوان. Я сначала экспериментировал, делал из денег, которые более, скажем так, сюда подходят. Ну, не подходят, а более чаще попадаются. Белорусские, российские. И ничего не получалось, потому что они не красочные. الدولار الأمريكي كان كتير ممل بالنسبة لهالفنان. هو ايضا ما قدر يتحمل فكره انه يقوم بقص ورقه اليورو. عاز الدولار اوني بافريكا زيلوني تمام نبود كرسيو انا استوكو زيلوني تمام ناس كنتي يا пробовал как-то евро мне только получилось разрезать 2 евро все больше психика не дала. بيشرح عن العملة فبيقول إنه الألوان بتختلف نظراً لتاريخ الطباعة، وتغير اللون بيساعد بكتير من الأحيان بعمله الفني، مثل بهيدي اللوحة الخاصة بالحصان. Вот цвет старый 61 года, вот 91 год. Вот она разница. Но это то та же самая купюра, то есть плясать можно как хотите. هو بيحتاج بين 500 ل 3000 ورقة نقدية سوفيتية قديمة و10 شهور من العمل الشاق لخلق لوحة فنية واحدة. آيغور أيرينيخ ما قام فقط باختراع أسلوب فن جديد، بل أيضا لاصق خاص بالقطع النقدية الصغيرة. أيرينيخ فخور بنسخته طبق القصر عن العمل الأيقوني لكوزما بيتروف باتكن تحت عنوان باتينج ذا ريد هورس. حجم اللوحة البالغ 1.20 متر ب1.05 متر استغرق 10 شهور من العمل و3000 ورقة نقدية. الاتحاد السوفيتي سوق الروبيلات القديمة صار محدود، فأيرينيخ أصبح بيعتمد على أسواق السلع المستعملة لشراءهم ليصير من الزبائن الدائمين.
بالسعي وراء العالمية، الفنان بلاروسي آيغور آيرينخ قام بالعمل على لوحات خاصة بزعماء العالم مثل الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشكو والرئيس الفنزويلي هيوغو شافيز. هو قام أيضاً بلوحة للزعيم السوفيتي فلاديمير لينين. لوحات إيغور آيرينخ عم تتواجد اليوم على جدران منازل رجال الأعمال ونجوم البوب والمصرفيين بكامل أنحاء بلاروسيا. بهدف تسليط الضوء على الوضع الفني والحالة بمنطقة الشرق الأوسط، بالمملكة العربية السعودية لأول مرة سوذبيز عم يطرح معرضه كجزء الأول من أسبوع الفن بجدة. تفاصيل بهالتقرير. عاشقي الفن والمتلهفين له بالمملكة العربية السعودية صار بإمكانهم ترجمة شغفهم من خلال مبادرة ثقافية تحت اسم أسبوع جدة الفني. الحدث من تنظيم دار سوذبيز للمزاد العلني وبيضم مجموعة متنوعة من الأعمال من المنطقة بالإضافة للتجهيزات الفنية. المعرض هو الأول من نوعه بالمنطقة لسوذبيز ورح يتم بيع هالقطع فيما بعد بمدينة الدوحة عاصمة قطر. سوذبيز بتقول إنه كان هناك طوق لمثل هيك حدث، خاصة مع غزارة الثقافة والتاريخ بهالمنطقة. المشاركات كانت من المغرب، لبنان والسعودية. راشد الششاي فنان سعودي بيختصر هالحد. أسبوع الفن في جدة ما هو إلا تتويج لمسيرة عطاء من سنين يعني قاموا فيها الفنانين القدامى، واليوم جيل من الفنانين حقيقة المعاصرين يعني يودون الخروج بلغة مختلفة، لغة قريبة للواقع أكثر، يتفاعل معها الفرد والمجتمع، وغدا بإذن الله يعني غدا مشرق لمدينة جدة وخصوصا في الفنون. وبيتحدث كتار عن أهمية الفن السعودي على الساحة العالمية وأن وجود سوذبيز بإمكانه أنه يدفع لواجهة الوسط الفني. بيقول الفنان السعودي أحمد ناصر: قدوم دار سوذبيز لتسويق بعض أعمال الفنانين العالميين في جدة هي إذا صح التعبير تتصيد أو تركز بشكل أكبر على من يقتنوا الأعمال أو تسويق لاقتناءات أعمال من السعودية لخارج البلد، لخارج السعودية. المرأة السعودية بتلعب دور مهم. نوف الحميري فنانة سعودية بتقول إنه الفنانات كانوا دائماً موجودين على الساحة، ولكن اليوم توسعت دائرتهم أكثر. مشاركة المرأة عموماً في الفن كانت موجودة من فترات بعيدة، بس في الفترة الأخيرة صارت وجود كثير نساء مثقفين، نساء متعلمين عندهم آراء مهمة وحزات، عندهم حزات يقدر يقولوها ويشاركوا في المجتمع. بعض الأعمال المعروضة بهالمكان تقدر بآلاف الدولارات، حيث سيتم عرضهم خلال مزاد سوذبيز القادم للفن المعاصر ب 22 نيسان. لينا الأزعر ممثلة سوذبيز ومنظمة أسبوع جدة الفني تعتبر أنه من الممكن تكون المدينة قاعدة لانطلاق الثقافة. The first event of its kind, and we're very, very excited as Sotheby's to be hosting it in Jeddah. لأنه جدة is probably the city in Saudi Arabia which is the most ready for a cultural platform like Jow.
تحت عنوان جو، أسبوع جدة الفني مش عم يستقبل فقط أعمال متنوعة وعديدة، بل أيضاً ورش عمل بالإضافة لافتتاح جاليري جديد بالمدينة. حلقتنا خلصت لليوم، لقانا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل. باي. Thank you.